بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهاد المبذولة لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث المسؤولان كذلك سبل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، وأكد الصفدي على ضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير الشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 شبان فلسطينيين أثناء مرورهم عبر كل من حاجزي بيت فوريك شرق نابلس ودوتان العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت 5 شبان أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم على حاجز بيت فوريك، فيما اعتقلت شابين من قرية عنزة جنوب جنين على حاجز دوتان العسكري. يذكر أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على قرابة 24,000 مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن من خلال إغلاق الحاجز العسكري الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي ومتكرر، عدا عن التسبب بأزمة مرورية خانقة وعرقلة لحركلة المواطنين والطلبة. أدى مستوطنون متطرفون يهود طقوسا وشعائر تلمودية استفزازية قرب بابي المجلس وحطة في محيط المجلس الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء بترا في رام الله بأن عشرات المستوطنين المتزمتين وبحماية وحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية أمام المصلين وسط حالة من الغضب والغليان سادت أرجاء البلدة القديمة بالقدس المحتلة. في سياق متصل، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة بمناسبة يوم الغفران اليهودي. واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة العيسوية شرقي القدس المحتلة حيث اندلعت مواجهات مع الأهالي في البلدة. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين وتصاعد وتيرة الاستيطان. من القدس أرحب مباشرة بمراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. ما زلنا نتحدث عن تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالإغلاقات في الضفة الغربية والقدس نظرا للأعياد اليهودية، ونتحدث عن تطورات الساعات الأخيرة، ما الذي حملته للقدس تحديدا، ومدى عن الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى يوم غد الأحد والاثنين؟ اهلا بك. فعليا نتحدث عن تضييقات بدات يعني منذ عصر هذا اليوم مع اقتراب عيد الكفور او عيد الغفران، وبالتالي نتحدث كذلك عن اعلان اتحاد منظمات الهيكل المزعوم عن اقتحام مركزي للمسجد الاقصى غدا وبعد غد الاثنين، في خاصه وان بعد غد هو يصادف يوم الغفران التوراتي، وبالتالي هذه الجماعات قالت أن الاقتحامات سيتخللها خلال هذين اليومين إقامة الصلوات التلمودية الجماعية في المسجد الأقصى بما يشمل محاكاة قربان الغفران وصلوات التوبة، وبالتالي يعني ربما أيضا سنشهد في الفترات المسائية أداء صلوات تلمودية كما حدث صباح هذا اليوم عند بوابات المسجد الأقصى المبارك وسط فرض إبعادات بالعشرات على مصلين ومرابطين لمنعهم من التصدي لهذه الاقتحامات المستمرة حتى مطلع الشهر المقبل. ونحن نتحدث أيضا عن ما بعد يوم الغفران يوم العرش والذي يستمر قرابة الأسبوع، تقوم هذه المنظمات باقتحامات بالمئات، وبالتالي أيضا
مع بدء عيد الغفران العبري الذي سيبدأ مع غروب شمس غدا، وبالتالي سيستمر حتى عشية يوم الاثنين. تغلق مدينة القدس بشكل كامل، تعزل عن محيطها الفلسطيني، وكذلك يتم إغلاق معظم الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، وكذلك حتى الشوارع. يعني اليوم تم الإعلان في بيان شرطي عن الإغلاقات التي ستكون لشوارع وأحياء مقدسية، تشمل بالمعظم معظم الشوارع والأحياء، وبالتالي تمنع حركة المركبات في هذا اليوم. نشاهد القدس فارغة بشكل كامل، المستوطنون يعتدون بشكل فعلي على كل من يمر، كل فلسطيني يتواجد في شوارع القدس في هذه الفترة، إن كان في مركبة أو حتى مشيا على الأقدام. وبالتالي نتحدث عن تعزيزات شرطية كبيرة قد بدأت منذ قرابة الأسبوعين، وسط رفع حالة التأهب إلى القصوى. وبالتالي فعليا هل هناك تعزيزات غير اعتيادية ليالي؟ يعني نتحدث بأن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير أصدر تعليمات بشكل واضح إلى تأمين هذه الاقتحامات وإلى تعزيزات عسكرية كبيرة. هل نتحدث عن تعزيزات غير معتادة في عمليات الاقتحام المعتادة التي يشهدها المسجد الأقصى؟ نعم بالفعل، نتحدث عن أكثر من 5000 شرطي وجندي إسرائيلي سيتم نشرهم في هذا اليوم، وبالتحديد يوم الاثنين المقبل، لتحويل أحياء مدينة القدس وشوارعها إلى أشبه بسكنة عسكرية بفعل هذا الانتشار الأمني. نتحدث عن نصب حواجز عسكرية عند مداخل الشوارع والطرقات الرئيسية، خاصة الطريق الرئيسية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك وفي محيط البلدة القديمة. نتحدث عن يعني خلال منع الحركة بشكل كامل وإعاقة حركة تنقل المقدسيين، في كل نقطة يتم إغلاقها يتواجد عناصر من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، يمنع كل حتى من يحاول المرور إلا يعني من عنوانه في هذه المنطقة، وأيضا يعرقل بطبيعة الحال. وبالتالي هذا المشهد السنوي ربما في هذا العام سيكون أكثر مما كان في الأعوام السابقة مع دعم هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، حيث أيضا من جانب آخر تكثف الدعوات المقدسية للحشد والرباط في هذه الأيام لإفشال هذه المخططات رغم كل المنع والتضييقات. مع الدعوات هذه ليالي، ماذا عن الدعوات من الجهة المقابلة؟ نتحدث عن هيئة المرابطين في المسجد الأقصى، الجهات المسؤولة، الأوقاف، ما الخطة التي يمكن الحديث عنها، وكيف يمكن الحديث فعليا عن مواجهة هذه الاقتحامات ومع توقعات بالتصعيد أيضا في ظل هذه الاستعدادات التي تحدثت عنها؟ نعم، يعني رغم عشرات الإبعادات التي فرضت خلال الأسابيع السابقة وتم توزيع العشرات منها خلال هذان اليومين، لكن المرابطين والمصلين المبعدين يتواجدون بالفعل عند أقرب النقاط. في العيد الذي كان عيد رأس السنة الهجرية اعتدوا الشرطة الإسرائيلية على كل من تواجد في هذه المناطق، ولكن هناك دعوات متواصلة ومستمرة. أيضا نتحدث عن دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها الذين في كل عام خلال هذه الأعياد يتم الاعتداء على حراس المسجد الأقصى المبارك، يتم الاعتداء على كل من يحاول الاقتراب، ولكن الأوقاف الإسلامية في القدس تدعو إلى التواجد في باحات المسجد الأقصى المبارك والحشد لمنع كل هذه الاقتحامات ومحاولات يعني محاكاة قربان عيد الغفران. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من القدس، مراسلة المملكة ليالي عيد. شكرا لك ليالي. أرحب مباشرة من رام الله بأستاذ العلوم السياسية أحمد رفيق عوض. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أحمد. مع كل هذه الإجراءات التي تحدث وهي إجراءات أحادية الجانب كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومع الإغلاقات التي تحدث والانتهاكات والتطورات على المستوى السياسي لسير الحكومة المتطرفة الإسرائيلية، برأيك إلى أين يمكن الحديث وإلى أين يمكن أن تسير هذه الحكومة في ظل هذه التطورات الأخيرة؟ تحياتي لك والمشاهدين. الحكومة هذه الفاشية الثورية الحاخامية تتعجل الأمور جدا، هي تريد أن تفرض
وقائع الأرض سريعة، بمعنى أولا يعني الضغط على السلطة الفلسطينية وإضعافها وتفكيكها أيضا، ومن أجل فوضى نسيطر عليها. ثانيا أيضا ضم حوالي ثلثي الضفة الغربية المحتلة. ثالثا تكريس الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأقصى ومدينة القدس وتهويدها على فكرة وأسرارتها. رابعا تقدم بأنه هذا شكل الحل النهائي الذي تريده إسرائيل، بمعنى قمع الفلسطينيين، قمع حس القومي لديهم، قمع رغبتهم نيتهم بإقامة دولة وإنهاء الاحتلال. عمليا نحن أمام حكومة تمثل الآن عقلية الجمهور الإسرائيلي بعدم الدخول في تسوية مع الفلسطينيين، إنكار حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة في قصر هذه المحتلة دولة مستوطنين. رئيس دولة الاحتلال نتنياهو رفع خارطة سمت بخارطة الشرق الأوسط الجديد، ورفعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التطورات التي تحدث وبناء على ربما الاتفاقات التي تعقدها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع الدول العربية. برأيك الموقف الفلسطيني وأين سيكون الفلسطينيون في ضمن هذه الاتفاقات وفي ضمن هذه التغييرات التي تحدث؟ هذا سؤال جدا مهم جدا على فكرة بالنسبة لنا كفلسطينيين. أريد أن أقول ما يلي، إنه ما قاله نتنياهو أمام الأمم المتحدة عمليا كان مستخفا بالأمم المتحدة، مستخف بالأسرة الدولية، مستخف حتى بالكريم العربي نفسه. هو يعتقد أنه يستطيع أنه إسرائيل تندمج في المنطقة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وأنا تحمي المنطقة أمنيا دون المرور بالبوابة الفلسطينية، دون المرور بدولة فلسطينية، دون المرور بحقوق الشعب الفلسطيني. هذا ربما يلقى تشجيعا ما من هنا أو من هناك، لكن حقيقة القول الثابت والأكيد والنهائي أنه لا يمكن للإقليم العربي ولا الشعب العربي كله أن يقبل بوجود دولة إسرائيل دون أن يكون هناك دولة فلسطينية. هذا شرط من شروط الاستقرار والتنمية والسلام، بدون ذلك ليس هناك لا تنمية ولا أي شيء آخر. يعني أود الإشارة إلى ما تحدث به جلالة الملك في لقائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن أي اتفاق يجب أن يكون الفلسطينيون أساسا فيه، وعدم إشراكهم سيؤدي إلى تداعيات في المنطقة. وبرأيك إذا ما حدث ذلك، ما هي التداعيات التي يمكن الحديث عنها على مستويات سياسية وشعبية فعليا على الأرض؟ تماما تماما. على فكرة الموقف القيادة الأردنية والشعب الأردني الشقيق الذي نحب حقيقة هذا موقف متقدم جدا جدا، لأنه إحنا والإخوة الأردنيين نشترك في كل شيء، مش بس الجغرافيا والدم والثقافة، لا أيضا في ضرر استراتيجي وفي منفعة استراتيجية أيضا. وبالتالي قام الدولة الفلسطينية هي منفعة ومصلحة أولى للإخوة في الأردن بالإضافة إلى مصلحة إلنا. وبالتالي قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو مصلحة للشعبين، وبالتالي إذا لم يكن ذلك كذلك فالكل يدفع الثمن، احنا والاخوه الاردنيين واسرائيل ايضا وحتى المنطقه. بمعنى هذا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي صراع دولي، شاء اسرائيل او لم تشاء. اسرائيل لا ترانا، لا تتعامل معنا، تتجاوزنا، نحن موجودون على الخارطه البشريه والثقافيه والسياسيه ولا يمكن ان يقفز عنا احد. الموقف الاردني موقف يسجل في التاريخ كله انه نعم نحن نريد هذا الموقف ونريد تعزيزه ونريد تطويره ايضا. إذا أردنا الحديث عن الداخل الإسرائيلي دكتور أحمد، وما تعانيه هذه الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو والتي أحدثت انقسام واضح في الشارع الإسرائيلي سواء بموضوع التعديلات القضائية أو غيرها من الملفات على رئيسها نتنياهو، وحتى على وجود متطرفين مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش، وبالتالي نظرة المجتمع الغربي التي لربما ضغطت بشكل كبير على هذه الحكومة. ماذا تحاول الآن هذه الحكومة الإسرائيلية تحقيقه فيما يتعلق بربما مكاسب على النواحي الشخصية وعلى نواحي الانتخابات في الشارع الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي، مع توافقات أخرى قد تكون بعيدة كل البعد عن نوايا وعن ما تضمره هذه الحكومة بمتطرفيها باتجاه الفلسطينيين؟ تماما أتفق معك تماما، بمعنى أنه هذا إسرائيل تريد أن تحقق تطبيع مجاني دون أن تدفع شيئا على الإطلاق للفلسطينيين وحتى للإخوة العرب على فكرة بالمناسبة. يعني أنت هي لا تستطيع أن تدفع شيئا للإخوة العرب، هذا يجب أن نسجله. لكن هذه الحكومة الآن تعتقد، نحكي بصراحة شديدة، تعتقد أن العالم العربي ضعيف جدا
ولا يمكن له ان يضغط على اسرائيل بحيث انه تقدم تنازلات بين قوسين. لا، بدنا نقول لك انه سلام مقابل سلام، بدكم مش احنا، ما فيش مش داعي للسلام. لذلك انا برايي انه الاستعجال بالتطبيع مثل هذه الحكومه التي لا تحترم شيئا، ورايناها في شرم الشيخ والعقبه كيف لم تحترم على الاطلاق كلمتها، وبالتالي كيف يمكن ان تدخل معها باتفاق كبير ومعقد زي اتفاقات التطبيع، وايضا دون المرور بالبوابه الفلسطينيه. لذلك ما يريده نتنياهو زي ما قلت حضرتك واللي قلته صح، انه يريد ان يسجل نجاحات شخصيه حزبيه، يريد ان ينجو بالازمه الداخليه، يريد ان يقدم نفسه للغرب خاصه للغرب الامريكي. نعم، يعني هو يريد ان يقدم كل ما من شانه انه دون ان يدفع شيئا، او زي ما بسميه لن نقدم شيئا يمس الامن الاسرائيلي. عمليا هو يقول انه لا اتفاق مع الفلسطينيين، لا دوله فلسطينيه، لا حقوق للفلسطينيين. اذا بالتالي هل الاقليم العربي هل يستطيع ان يطبع مع مثل هذا الرجل؟ هذا سؤال مهم يعني. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا من رام الله.